أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فقد قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل قد جعل رمضان مضمارا لخلقه، إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السابقين الفائزين. شهر رمضان أيها الأحبة في الله يحمل الكثير والكثير من المعاني، فهو شهر الخير والبركة، شهر البر والإحسان، شهر العتق من النيران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الدعاء، يحمل الكثير من المعاني، ويجمع كثيرا من هذه المعاني أن رمضان هو شهر العبادة، وإن شئت فقل هو شهر كثرة العبادة أو كثرة العبادات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وذلك لما يعد فيه المؤمنون من القوة للعبادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما يعد فيه المؤمنون من القوة للعبادة. فشهر رمضان تكثر فيه العبادات من صيام وتلاوة قرآن وقيام وذكر لله عز وجل ودعاء وجود وبر وغير ذلك من العبادات الكثيرة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يكون لنا وقفات مع العبادة، وأول هذه الوقفات هو مفهوم العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة تدل على الخضوع والانقياد، ومعناها التذلل، يقال طريق معبد أي طريق مذلل ممهد، وفي الشرع هي غاية الحب مع غاية الذل، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. غاية الحب أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة الله عز وجل مع غاية الذل، قد يحب إنسان إنسانا ولا يتذلل له، وقد يتذلل الإنسان لإنسان ولا يحبه. إذا اجتمع الأمران فيكون عبادة، غاية الحب مع غاية الذل. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة ليست قاصرة على مجرد القربات، قربات اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، هذه قربات إلى الله سبحانه وتعالى وطاعات، ولكن مفهوم العبادة أعم وأشمل من ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يعني الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل هي العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وهي الوظيفة التي أرسل الله تبارك وتعالى بها رسله، فتكون أشرف وظيفة. الرسل اصطفاهم الله تبارك وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفاهم الله عز وجل واختارهم وأعطاهم يعني الكثير من الفضائل، وهم أفضل الخلق. فالأمر الذي ناطهم الله تبارك وتعالى به لا شك أنه يكون أشرف وأفضل الأمور، ألا وهو العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة أيضا هي أول أمر، المتأمل في كتاب الله عز وجل لوجد أن العبادة هي أول أمر أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه. فلو فتحت المصحف كده من أول سورة الفتحة الحمد لله رب العالمين، ثم سورة البقرة، وتتبعت الآيات وتبحث عن أول أمر افعل كذا لوجدته العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا، فالعبادة تشمل كل حياة الإنسان، ليست العبادة قاصرة على مجرد القربات فقط، وإنما تشمل كل حياة الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلاتي ونسكي هذه التي نسميها القربات والطاعات، فتبقى حياة الإنسان، بل وممات الإنسان أيضا كله لله سبحانه وتعالى، فحياة الإنسان كلها عبادة لله عز وجل. ولذلك الوقفة الثانية أنه بالنية الصالحة يتحول أو تتحول العادة إلى عبادة يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها. لو كان حياة الإنسان كلها عبادة، وبعض الأمور التي تكون تدخل يعني في باب المباح أو في باب العادات، فإن الإنسان ينوي بها نيات صالحة حتى تتحول إلى عبادة. وكما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني هو بينام ويريح جسمه ويعني يأخذ قسطا من الراحة ويحتسب على الله سبحانه وتعالى أنه سوف يعطيه أجر وحسنات وثواب على ذلك كما يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه انتوى نية صالحة. فالإنسان يعني بالنية الصالحة يرتفع إلى درجات عليه. وقد يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في إحدى الغزوات قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، لأنهم كانت نياتهم صالحة. فالإنسان دائما وأبدا ينوي نية صالحة، كما قال بعض السلف: النية تجارة العلماء. وكما قال آخر: إنوي الخير وإن لم تفعله. فدائما وأبدا الإنسان ينوي يعني طاعة الله تبارك وتعالى. الوقفة الثالثة، طب يعني عرفنا أن العبادة هي تشمل يعني حياة الإنسان كلها، قبل أن ننتقل إلى الوقفة الثالثة، تشمل العبادة حياة الإنسان في سواء في يعني مأكله ومشربه وملبسه وعمله ودراسته، وتشمل كل جوانب حياة الإنسان. وبذلك يبطل قول القائل: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، الدين لله والوطن للجميع، دع ما لقيصر لقيصر وما لله الله. كل هذه أفكار زبالات العلمانية التي تريد أن تفصل الدين عن الحياة، والتي تريد أن تفصل الدين عن الدنيا. هذا ليس من حال المسلم. المسلم يعيش في هذه الدنيا ويعلم أنه عبد لله تبارك وتعالى في كل أقواله وأعماله. فكما أنه عبد لله عز وجل في المسجد، هو عبد لله في الشارع، هو عبد لله في العمل، عبد لله في الدراسة، عبد لله في كل حياته، في كل حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الوقفة الثالثة، إذا كانت هذه العبادة لها هذه الأهمية وهي تشمل حياة الإنسان، فينبغي على المسلم أن يتحرى في الطاعات والقربات التي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون مقبولة. فما هي شروط قبول العبادة؟ هذه الوقفة الثالثة، شروط قبول العبادة، وهذا أمر مهم. إذا كان الإنسان يكثر من العبادات في رمضان فيجب أن ينتفع بهذه العبادات، وإلا يخشى أن يؤتى بها يوم القيامة ويقال: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى الواحد تعب ويجتهد ويضيع ذلك؟ لا، ينبغي على المسلم أن يحرص على شروط قبول هذه العبادة ويتحلى بها ويحققها حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم:
أن شروط قبول العبادة بعد الإيمان بالله عز وجل الإخلاص والمتابعة. بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمنين، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى يجب أن يكون مؤمنا. قلنا أن الغير المسلمين الكفار حينما يعملون بعض الأعمال التي ظاهرها الصلاح في الدنيا فإنهم يؤجرون عليها في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف للكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. يعني أذهبتم طيباتكم، هذه الأعمال التي ظاهرها الصلاح، تأخذون يعني حظها في الدنيا، أموال أو تيسير بعض الأمور أو يعني بعض النعم الدنيوية، فإذا ما أتوا يوم القيامة فإنهم لا يجدوا عند الله تبارك وتعالى شيء. فبعد الإيمان بالله تبارك وتعالى فيأتي الإخلاص والمتابعة. ولذلك يعني ورد عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قول تفسير قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أصوبه وأخلصه. واعلموا أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجهه، والصواب هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا إن شئتم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو أول شروط قبول العبادة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: ودعوه مخلصين له الدين. فلابد من تحقيق هذا الشرط العظيم الإخلاص، أن يكون العمل خالص لوجه الله عز وجل لا يراد به غيره. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني الذي يعمل أي عمل ويريد يعني رؤية الناس أو مدح الناس أو ذكر الناس فإن هذا العمل يكون حابطا، يعني غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء محبط للعمل، والرياء يجعل العمل الصالح العظيم الكبير يجعله ذنبا يكون سببا لعقوبة الإنسان في النار والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم، هذا هو الشاهد، الذين هم يراءون، يعني يطلبون رؤية الناس ويطلبون مدح الناس ويطلبون يعني ثناء الناس عليهم. فانقلبت هذه الصلاة التي هي خير موضوع والتي هي أفضل القربات والأعمال الصالحة إلى معصية يجازى عليها العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإخلاص هو أول شروط قبول العبادة. ويعني هناك حديث خطير ولعل يعني كثير منا يعلمه، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث الخطير الذي كان أبو هريرة دائما وأبدا حينما يذكر هذا الحديث يغشى عليه، يعني يغمى عليه أكثر من مرة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث مطلعه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالإنسان يعني قبل أن نكمل الحديث يظن أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قاتل، هذا القاتل الذي سفك الدماء واستباح يعني دماء المسلمين، أو زاني الذي هتك أعراض المسلمين ويعني استباح أعراضهم، أو يعني الذي يضيق على الناس معايشهم، أو الذي يوالي الكفار ويناصرهم على المسلمين. ومع الأسف الشديد يعني وجدنا من يوالي الكفار أو يفرح حتى بنصرة الكفار، حينما يعني نسمع في هذه الأيام اليهود الملاعين الذين يعني يقتلون و يستبيحون إخواننا في فلسطين وفي غزة. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من اليهود وأن ينصر إخواننا المسلمين عليهم. فنجد من المسلمين وممن يتسمون بأسماء إسلامية يفرحون في ذلك مع الأسف الشديد. واحدة كده تافهة تكتب: اضرب يا نتنياهو، ربنا يزيد ويبارك. لا
لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يقول ذلك مسلم؟ بل ربنا سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن الذين يحبون الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم إلى آخر الآيات. فهل يليق بذلك؟ فكنا نظن أن أول من تسعر بهم النار مثل هؤلاء، وهذه كبائر عظيمة وذنوب يعني عظيمة يعاقب عليها الإنسان عقوبات شديدة. ولكن العجيب أن يقول أبو هريرة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ، وفي رواية عالم، ومنفق، ومجاهد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قارئ، قارئ القرآن وختم القرآن أكثر من مرة ويقرأ القرآن كثيرا، وعالم تعلم العلم ويعلم الناس، ومنفق يعني أنفق أمواله في سبيل الله عز وجل، ومجاهد جاهد في سبيل الله، هذا هو الظاهر. فيؤتى بالقارئ كما جاء في الحديث أو العالم فيعرف نعم الله سبحانه وتعالى فيعرفها، فيقال له ماذا عملت فيها؟ فيقول العالم تعلمت العلم وعلمته، ويقول القارئ قرأت القرآن وأقرأته، فيقال له كذبت. والذي يعلم الكاذب من الصادق هو الله سبحانه وتعالى. يقال له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، ويقال للعالم إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، خلاص اتخذت يعني جزاءك في الدنيا، ثم يسحب به إلى النار والعياذ بالله. وكذلك المنفق، ماذا عملت؟ أنفقت ما في وجه من وجوه الخير إلا وأنفقت فيه، فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، رجل كريم وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار والعياذ بالله. ويؤتى بالمجاهد، قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، يعني كمان قتل في المعركة، فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يسحب بهم والعياذ بالله إلى النار وعياذا بالله من ذلك. فهذا يدل على أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى أمر مهم. طبعا هنا يعني مسألة مهمة، أنه ليس معنى ذلك واحد بيقول لك الحمد لله أنا ولا بقرأ قرآن ولا بتعلم ولا بأنفق ولا بجاهد ولا ماليش دعوة بأي حاجة خالص، أنا خلاص الحمد لله كده. لا، يعني أنت لم تفهم الخطاب، وإلا لفعلت مثل الذي قال فويل للمصلين، ووقف عنده وراح جاي قال إيه؟ دع المساجد للعباد تعمرها، وقم بنا إلى خمار ليسقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. مش ربنا قال له للمصلين الحمد لله أنا ما بصليش، لا لا لا، هذا يعني غافل جاهل. فليس معنى ذلك أن الإنسان يترك عبادة الله سبحانه وتعالى. الواحد لو بيشتغل تاجر وحصل عنده نوع من الخلل أو يعني ظروف يعني مش مظبوطة أو يعني أخطأ بعض الأخطاء، بيسيب التجارة؟ بيسيب الشغل بتاعه؟ لا، يصلح هذه الأخطاء. فواحد بيصلي ومرأي، فنقول له إيه؟ صلي وأخلص لله سبحانه وتعالى. فلا لا يقال له لا تصلي، لا، صلي وأخلص لله، أنفق وأخلص لله، أعبد الله تبارك وتعالى وتحرى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد كان يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي على المسلم أيضا يتحلى به، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الإنسان كده يكون حريص ويجاهد نفسه، والذي قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه النية وإن كانت شديدة كما قال بعض السلف ما عالجت شيئا مثل ما عالجت الإخلاص، وهو أشد شيء على النفس لأن النفس ليس لها فيه نصيب كما قال. فالإنسان يعني يكون حريص على هذه المجاهدة وأن يخلص عمله ويكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني من شروط قبول العبادة المتابعة. المتابعة يعني إيه؟ يعني موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره في كل صغيرة وكبيرة في أمور الاعتقاد أو العبادة أو الشريعة. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر مهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على حبه سبحانه وتعالى. وقال الحسن البصري ادعى أناس محبتهم لله عز وجل فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله، يعني إن زعمتم أنكم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ده الاختبار، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
فعلامة محبة الله الحقيقية هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة أشهد أن محمدا رسول الله يعني طبعا لها معنى عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا رسول الله يعني لا طريق موصلة إلى هذا المعبود إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، فتوحيد المتبوع. وكما يقولون أن العبادات توقيفية، يعني العبادات توقيفية يعني يتوقف فيها حتى يكون هناك دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك في قاعدة كده بيقولوها جماعة الأصوليين، يقولون أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع. الأصل في الأشياء اللي هي المعاملات يعني بيع وشراء وغيرها، الأصل فيها الإباحة إلا أن يأتي دليل يحرم ذلك. لكن الأصل دي قاعدة يعني كثير من الناس مش فاهمينها، أن الأصل في العبادات المنع، يعني ما ينفعش الواحد يتعبد أي عبادة إلا وأن يكون عليها دليل. بعض الناس اللي هم المبتدعة يعمل كده أي بدعة تقول له الكلام ده غلط ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك إيه، هات لي دليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهى عن كده. الرد عليه يكون إيه؟ نقول له لا، هات أنت دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالأصل في العبادات المنع، الواحد ما يتعبش بأي عبادة إلا أن يكون لها دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادات يعني توقيفية، فينبغي على المسلم أن يحرص على تحقيق شروط العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قلنا الإخلاص أن يبتغي بها وجه الله عز وجل، والمتابعة يعني الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه بعض الوقفات مع العبادة، وبقي لنا أيضا وقفات أخرى نؤجلها إلى لقاء آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا ويكم مما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.